يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 58، التحليل المنطقي، Logical Analysis. There is something about a tangle of strangers pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. I see evil on this train. A passenger has died. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murder... What is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. تخيل إنك محقق بلجيكي مشهور، معروف عنك قدراتك الغير عادية على تحليل الأحداث الغامضة والتوصل للحقيقة. بعد النجاح الباهر اللي حققته في قضية كبيرة في الشرق الأوسط، طلبت للتحقيق في قضية بمدينة لندن. بالرغم من عدم وجود مقصورات كافية على قطار الشرق السريع، إلا أن الشرطة البريطانية حجزت لك مقصورة في عربة الدرجة الأولى على القطار كي تصل في أسرع وقت. على متن القطار بتقابل إدوارد، أحد رجال الأعمال الأمريكيين، صاخب، دائما ما تشم الكحول في ملابسه، معه سكرتيرته الشخصية ومترجمه هكتور. بعد التعارف وعلمه بأنك محقق، بيعرض عليك مبلغ مالي كبير مقابل حمايته على القطار خلال الرحلة التي تستغرق في العادة 3 أيام، لأنه تلقى عدة رسائل تهديد من شخص غير معلوم. بترفض بأدب. في الليلة الأولى على القطار بتلاحظ بعض الأحداث الغريبة، بتسمع بعض الأصوات قادمة من غرفة إدوارد، وبترى شخص يرتدي كيمونو أحمر يغادر غرفته مسرعاً في منتصف الليل. تستيقظ في الصباح على صوت صرخة قادمة من حجرة إدوارد. بعد اقتحام الغرفة بتجد إدوارد مقتول بطعنات عديدة غارق في دمائه. القطار بيرتد بعنف ويتوقف قبل أن يأتي قائد القطار ويخبركم أن هناك عاصفة ثلجية أوقفت القطار، وأنه سيظل عالق إلى أن يتم إصلاحه في خلال أيام. بتخبر الركاب الاثنى عشر على متن العربة التي تمت فيها الجريمة انك ستقوم بالتحقيق في القتل بما انك محقق، وان الجميع محل الاشتباه لان القاتل ما زال بينكم ولم يغادر العربة. بتبدأ بفحص الجثة وبتكتشف ان هناك 12 طعنة في اماكن متفرقة من جسمه. النافذة تركت مفتوحة في الغرفة لكن لا توجد اثار للدماء على الثلج بالخارج. يبدو أن القاتل بيحاول خداع المحققين بإيهامهم أنه هرب من النافذة. بتجد بالغرفة منديل مطرز على جانبه حرف الاتش، منظف غليون، ورقة بيضة مكتوب عليها اسم أرمسترونغ. بتعثر في أوراق إدوارد على مذكراته اللي بتساعدك في فهم دافع قتل في الجريمة، بعد ما بتربطها بجريمة اختطاف لطفلة اسمها ديزي أرمسترونغ حدثت قبل 3 سنوات مقابل فدية
وعلى الرغم إن عائلة الطفلة دفعت الفدية إلا إن المختطف قتل الطفلة في النهاية. بتستنتج إن إدوارد غالبا كان الخاطف والقاتل للطفلة، وبالتالي عائلة الطفلة وراءه تسعى للانتقام. بتبدأ في عملية استجواب لركاب العربة التي تمت فيها الجريمة، بداية بالمحصل ثم هكتور مترجم الضحية، وبتبدأ بالشك في أحد الركاب بعد أن يذكر لك أحداث قضية اختطاف الطفلة أرمسترونغ. يبدو أن لديه دافع. تستجوب سيدتين على العربة بيدعي أن إدوارد زارهم في غرفتهم في نفس ليلة القتل. جميع الركاب بيعطون حجج مناسبة لأماكن تواجدهم وقت حدوث الجريمة، لكن هناك بعض النقاط التي اتفق عليها الكل: المرأة اللي بترتدي كيمونو أحمر وشهدت خارج الغرفة ليلا. تبدأ في تفتيش أمتعة الركاب بحثا عن خيط للأدلة. بتجد الكيمونو الأحمر في حقائب أحد السيدات على القطار، لكنك أيضا بتعثر على منديل على جانبه حرف H ملطخ بدماء القتيل في حجرة سيدة أخرى على نفس العربة. وبيزداد الأمر تعقيدا عندما تبدأ في كشف أن العديد من الركاب على علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع عائلة أرمسترونغ. كونت نظريتين عن الجاني. الأولى بسيطة لكنها لا تنطبق على كافة الحقائق المكتشفة، وهي أن قاتل مأجور من عائلة أرمسترونغ ركب القطر في المحطة السابقة وقتل إدوارد ثم هرب ليلة القتل بعد أن ضربت العاصفة الطريق. أما النظرية الأخرى الأكثر تعقيدا هي أن كل ركاب العربة على صلة ما بعائلة أرمسترونغ ولديهم جميعا الدافع لقتل إدوارد، وعملوا معا على قتله تلك الليلة. 12 راكب 12 طعنة. بتواجه الركاب بالنظرية وتخبرهم أن العدالة مستحيلة في تلك الحالة، لأن القتيل جاني ويستحق الموت، لكن العدالة ينفذها القانون الذي قد يكون قاصر أو غير قادر على تحقيق العدالة في بعض الأحيان. يظهر قائد القطار ليخبركم أن القطار تم إصلاحه وستتمكنوا من المغادرة الآن، والشرطة في انتظاركم في المحطة القادمة للقبض على القاتل. ينظر الركاب الاثنى عشر لبعضهم ولك في ترقب وخوف. تفتكر فعلا دماء إدوارد لطخت أيادي الاثنى عشر راكب لتحقيق عدالة غائبة عجزت الشرطة عن تحقيقها؟ الحجج هي اللبنة الأساسية لعملية التفكير المنطقي، ولها صورتين: استنتاجية deductive واستدلالية inductive. عند تحليل كل من الحجج الاستنتاجية والاستدلالية نحاول الإجابة على سؤالين رئيسيين: واحد، هل كل المقدمات الحجة تدعم نتيجتها؟ اثنين، هل كل المقدمات حقيقية؟ عند الإجابة على السؤال الأول نبدأ بافتراض أن كل المقدمات حقيقية، وبعد هذا بالنسبة للحجة الاستنتاجية نحاول أن نحدد بضوء تلك الفرضية إن كانت النتيجة حقيقية بالضرورة. إن كانت النتيجة حقيقية إذن الحجة صالحة valid، وإن لم تكن حقيقية تصبح الحجة غير صالحة أو باطلة invalid. أما بالنسبة للحجج الاستدلالية نحاول أن نحدد في ضوء فرضية أن المقدمات حقيقية إن كانت حقيقة النتيجة تتبع احتماليا. لو كانت الاحتمالية قوية يطلق على الحجة في تلك الحالة قوية strong، والعكس يطلق على الحجة ضعيفة weak. وفي الحجة الاستدلالية أيضا نضع في الحسبان إن كانت المقدمات تدعم النتيجة، وإن لم تكن المقدمات تتجاهل أي أدلة أخرى مهمة مرتبطة بحقيقة النتيجة. وأخيرا لو كانت الحجة إما صالحة valid أو قوية strong ننتقل للسؤال الثاني، وهو تحديد إن كانت المقدمات فعلا حقيقية. لو كانت كل المقدمات فعلا حقيقية في حالة الحجج الاستنتاجية تصبح الحجة سليمة sound، أو في حالة الحجج الاستدلالية تصبح الحجة مقنعة cognizant. كل الحجج الاستنتاجية الباطلة يطلق عليها غير سليمة unsound، وكل الحجج الاستدلالية الضعيفة يطلق عليها غير مقنعة uncognizant. بالمنطق لا نطلق على الحجج مفهوم الصواب أو الخطأ true and false. مفهوم الصواب والخطأ ينطبق على الأطروحات أو القضايا statements. القضية إما صواب أو خطأ، تجمع من القضايا أو الجمل إن كان لها هيكل أو تركيب معين
يطلق عليها الحجة argument، وإن لم تكن تتبع قواعد هذا التركيب لا تصبح حجة منطقية. الحجج إما أن تكون استنتاجية deductive إن كانت حقيقة نتيجتها مطلقة تتبع بالضرورة من مقدمتها، وإما أن تكون استدلالية inductive إن كانت حقيقة نتيجتها احتمالية تتبع احتماليا من مقدمتها. الحجج الاستنتاجية غير صالحة أو باطلة invalid إن لم تتبع حقيقة نتيجتها بالضرورة بافتراض حقيقة مقدمتها، وتصبح الحجة صالحة valid إن كانت حقيقة نتيجتها تتبع بالضرورة إن صحت كل المقدمات. والحجة الاستنتاجية الصالحة إما أن تكون سليمة sound لو كانت فعلا مقدمتها حقيقية، أو غير سليمة unsound لو كانت أحد مقدمتها غير حقيقية. أما الحجج الاستدلالية قد تكون ضعيفة weak إن كانت احتمالية حقيقة النتيجة بناء على المقدمات ضعيفة، وقوية strong إن كانت تلك الاحتمالية قوية. الحجج الاستدلالية القوية إما أن تكون مقنعة cognizant لو كانت فعلا مقدمتها حقيقية، أو تكون غير مقنعة uncognizant لو كانت مقدمتها غير حقيقية. ارجع لحلقة أسس علم المنطق. من الممكن أن تنظر إلى هذا التقسيم على أنه خريطة دلالية لتحليل الحجج المنطقية، أيا كانت صورة العمليات المنطقية المستخدمة في تحليل الحجج أو الأنماط والأدوات المختلفة المستخدمة. نتيجة تلك العمليات لابد وأن تقود لوضع الحجة تحت أحد تلك التقسيمات السابقة، وبالتالي استيعاب هذا التقسيم هام جدا عند عملية تحليل المنطقي. إثبات البطلان proving invalidity. صلاحية الحجة تتحدد بناء على هيكلها. الحجج الصالحة لها هيكل أو تركيب صالح valid form، وكل الحجج الباطلة invalid لها صورة أو تركيب واحد. ومن هنا صورة الحجة form تعكس تركيبها الداخلي وصورة معينة في التفكير. هذا النمط في التفكير إن كان جيد تصبح الحجة صالحة، أو بالعكس تصبح الحجة باطلة. أحد صور الحجج الصالحة تكون على الصورة التالية: واحد، كل صاد هو سين. اثنين، كل عين هو صاد. ثلاثة، إذن كل عين هو سين. توقف للحظات وتأمل مواقع سين صاد وعين في قضايا الحجة. لو سين صاد وعين تشير إلى كائنات أشياء أو أحداث، من السهل رؤية صلاحية الحجة. بالمقدمة التانية، لو كل عين أيا كانت كينونة عين أو طبيعته جزء ضمني محتوى من كل صاد أيا كانت طبيعة أو كينونة صاد، من المقدمة الأولى كل صاد أيا كانت طبيعة صاد جزء من سين. إذن بالضرورة والحتمية لابد أن يتبع أن كل عين جزء محتوى لداخل سين. الفكرة اللي بتؤكد نتيجة الحجة. من الممكن أن نستخدم هذا المثال لتعريف ما هو المقصود بصورة الحجة argument form. صورة الحجة من الممكن تصورها على إنها ترتيب الحروف سين صاد عين أو الكائنات داخل الحجة والكلمات كل وجزء من، بحيث إن عند استبدال الحروف سين صاد عين بأي كائنات أشياء أحداث أو مجموعات من الأشياء، طالما حافظنا على نفس التركيب اللغوي والكلمات المستخدمة تصبح الحجة صالحة لأنها تنطبق على هذه الصورة من الحجة. الفكرة دي بيطلق عليها التمثيل Substitution Instance، اللي من اسمها واضح الفكرة وراها. نقوم فيها بتمثيل صورة أو قالب الحجة الرمزية. كلمة قالب Template قد تكون معبرة هنا جدا حسب خلفيتك. تصور صور الحجة كالقوالب المحددة المعرفة مسبقا، ونقوم بصب أو طباعة الحجج بناء على هذه القوالب المعرفة سابقا. تأمل المثال التالي: واحد، كل الأحداث الرياضية ممتعة. اثنين، ماتشات كرة القدم هي أحداث رياضية. ثلاثة، إذن كل ماتشات كرة القدم ممتعة. الحجة دي صبة على القالب السابق أو تمثيل لصورة الحجة المعرفة مسبقا. كل اللي عملته إني استبدلت سين بممتعة
وصاد بالأحداث الرياضية وعين بماتشات كرة القدم. لكن في الحقيقة في بعض الأحيان تكون الحجة صالحة، لكن الصورة أو القالب الذي تنطبق عليه غير واضح أو محدد. كيف من الممكن إذن أن نتعامل مع تلك الحجج؟ إن كنا ندعي أن كل الحجج الصالحة لها صورة أو قالب محدد مسبقا، في الحقيقة هذا النوع من الحجج غير مكتمل، أو هناك بعض أجزاء الحجة ضمني، لكن بمجرد وضع الحجة في صورة كاملة لا يوجد فيها أي أطروحات ضمنية تظهر صورة الحجة أو قالبها. ارجع لحلقة أسس علم المنطق مثلا، تأمل الحجة التالية: الأوز طيور مائية مهاجرة، لذلك تطير جنوبا للبيات الشتوي. هذه الحجة غير كاملة لأنها تفتقد لأطروحة الطيور المائية المهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوي، وبالتالي من الممكن وضع الحجة بصورة مكتملة كالآتي: 1- كل الطيور المهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوي. 2- كل الأوز طيور مائية مهاجرة. 3- إذن كل الأوز طيور مائية مهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوي. هذه الحجة تنطبق على القالب أو الصورة السابقة، فقط استبدلنا سين صاد وعين ومثلناها بالكائنات والأحداث في الحجة. لكن ليست كل الحجج صالحة، الحجج الباطلة لها أيضا صور أو قوالب محددة تمثل نمط في التفكير الغير منطقي محدد مسبقا. مثلا أحد صور الحجج الباطلة تكون كالآتي: 1- كل صاد هو سين. 2- كل عين هو سين. 3- إذن كل صاد هو عين. في هذه الصورة لو افترضنا أن كل الكائنات من نوع صاد جزء من أو محتوى داخل كل الكائنات سين، وكل الكائنات من نوع عين جزء من أو محتوى من الكائنات سين، لا يتبع هذا بالضرورة أن كل الكائنات من نوع صاد تصبح جزء من الكائنات من نوع عين. لو الفكرة مش واضحة بالنسبة لك، تأمل هذا التمثيل للصورة أو لقالب تلك الحجة الباطلة: 1- كل القطط حيوانات. 2- كل الكلاب حيوانات. 3- إذن كل القطط كلاب. المقدمة الأولى حقيقية والمقدمة الثانية أيضا حقيقية، لكن النتيجة خاطئة لأنها لا تتبع من حقيقة كل من 1 و2. استبدال سين صاد عين بالحيوانات القطط والكلاب يوضح لماذا هذه الصورة من التفكير باطلة. الآن بما أننا أثبتنا أن هذه الصورة أو القالب من الحجة خاطئ، إذن هل من الممكن أن نقول أن أي تمثيل لتلك الصورة باطل؟ ما تستعجلش، للأسف لا. الحجج الباطلة أكثر تعقيدا من الحجج الصالحة. كل تمثيل لصورة أو قالب حجة صالحة دائما صالح، لكن العكس غير صحيح. أي إن ليس دائما صحيح أن كل تمثيل لصورة أو قالب حجة باطلة باطل، وده لأن التمثيلات لصور الحجج الباطلة في بعض الأحيان قد تمثل صور أو قوالب لحجج صالحة، وبالتالي الأمر غير مباشر في تقرير بطلانها. وفي تلك الحالة القاعدة تكون: أي تمثيل لصورة أو قالب حجة باطلة يكون باطل فقط في حالة إن هذا التمثيل لا ينطبق عليه صورة أو قالب حجة صالحة. أي إن فكرة إن احتمالية إن تمثيلات الحجج الباطلة قد يكون أيضا تمثيل لصور حجج صالحة تفرض علينا توخي الحذر عند تحديد صورة أو قالب الحجة. تأمل هذا التمثيل لصورة حجة: 1- كل العزاب أشخاص. 2- كل الرجال الغير متزوجين أشخاص. 3- إذن كل العزاب رجال غير متزوجة. يا ترى هل هذه الحجة صالحة أم باطلة؟ الحجة تمثيل لصورة الحجة الباطلة التي طرحتها منذ قليل، لكن مصطلح العزاب متطابق مع مصطلح الرجال الغير متزوجة، وبالتالي تنطبق الحجة على صورة القالب الصالح للحجة. على أي حال، هذه الصورة من الحجج التي يمكن أن تمثل صور أو قوالب لكل من حجج صالحة وباطلة في نفس الوقت نادرة وقليلة،
وسنتجنبها في مناقشتنا المستقبلية لصور الحجج المنطقية. طريقة العينة المضادة Counter Example Method. أحد أهم الطرق المستخدمة لإثبات أن صورة أو قالب حجة إما باطل أو غير صالح معروفة بطريقة العينة المضادة Counter Example Method، طريقة بنقوم فيها باستخدام مثال تمثيلي لقالب أو صورة الحجة مقدماته حقيقية لكن نتيجته خاطئة. مثلا المثال السابق الذي استخدمته لتمثيل حجة باطلة بإظهار أن المقدمات حقيقية لكن النتيجة خاطئة، نحن نعزل حالة محددة من خلالها نثبت أن الصورة أو القالب المستخدم للحجة باطل. طريقة العينة المضادة تستخدم لإثبات بطلان الحجج الباطلة لكنها لا يمكن أن تستخدم لإثبات أن قالب حجة ما صالح. وبالتالي قبل أن نطبق طريقة العينة المضادة لابد أن نكون على علم أن صورة الحجة باطلة أو على الأقل شكين أن الحجة باطلة. تأمل المثال التالي: بعض الموظفين ليسوا متملقين، جميع المديرين من الموظفين. نستنتج أن بعض المديرين ليسوا متملقين، هذه الحجة باطلة لأن الموظفين الغير متملقين بعضهم قد لا يكون من المديرين. من خلال استخدام تمثيلي من الممكن أن نعزل بطلان صورة الحجة في حالة معينة لإثبات بطلانها. صورة الحجة كالآتي: 1. بعض سين ليسوا صاد. 2. كل عين هم صاد. 3. إذن بعض عين ليسوا صاد. بعد هذا نقوم باختبار ثلاث تمثيلات نستبدل فيها الحروف سين صاد وعين، بحيث أن هذه الاستبدالات أو التمثيلات تجعل المقدمات صحيحة لكن النتيجة خاطئة. مثلا لو استبدلنا صاد بالحيوانات، سين بالثدييات، عين بالكلاب، نتيجة التمثيل في تلك الحالة تصبح: 1. بعض الحيوانات ليست من الثدييات. 2. كل الكلاب من الحيوانات. 3. إذن بعض الكلاب ليست من الثدييات. أرجو أن التمثيل يكون أوصل الفكرة، المقدمات حقيقية وسليمة لكن النتيجة بكل تأكيد خاطئة، إلا لو كنت على دراية بنوع من الكلاب بيبيض مثلا. إذن طريقة الحجة المضادة هنا ساعدت في إظهار أن قالب الحجة باطل أو غير صالح. من المهم عند صياغة الحجة المضادة أن نبدأ بتمثيل النتيجة أولا، اختيار مصطلحين يقودان إلى نتيجة خاطئة، وبعد هذا اختيار مصطلح ثالث يؤدي إلى أن تكون المقدمات حقيقية. في المثال السابق من المهم إدراك تأثير الكلمات المستخدمة في قالب الحجة، مثلا بعض تعني على الأقل أن هناك حالة واحدة تنطبق عليها الأطروحة أو القضية. مثلا في جملة بعض الكلاب حيوانات تعني على الأقل هناك كلب واحد من الحيوانات، لابد أنها جملة صحيحة. لاحظ أيضا نفس الجملة لا تعني بالضرورة أن بعض الكلاب ليست حيوانات. القالب السابق ده أحد أشهر صور أو قوالب الحجج الاستنتاجية، معروف بالقياس المنطقي التصنيفي Categorical Syllogisms، لكن ليست كل الحجج الاستنتاجية قياس منطقي تصنيفي. تأمل مثلا هذا المثال، أحد صور القياس المنطقي الافتراضي Hypothetical Syllogism: إذا فرضت الحكومة رسوم استيراد فسوف يرتفع سعر السيارات، لذلك بما أن الحكومة لن تفرض رسوما على الاستيراد فإن ذلك يعني أن سعر السيارات لن يرتفع. هذه الحجة باطلة لأن سعر السيارات من الجائز أن يرتفع بالرغم من عدم فرض الحكومة رسوم استيراد. صورة أو قالب الحجة كالآتي: 1. لو سين إذن صاد. 2. ليس سين. 3. إذن ليس صاد. لو طبقنا التمثيل بمثال آخر واستبدلنا سين بالرئيس المصري السابق مبارك أغتيل وصاد الرئيس المصري السابق مبارك ميت، تصبح العينة المضادة كالآتي: 1. لو أغتيل الرئيس المصري السابق مبارك إذن الرئيس مبارك ميت. 2. الرئيس المصري السابق مبارك لم يقتل. 3. إذن الرئيس المصري السابق مبارك ليس ميتا.
بما أن المقدمات صحيحة لكن النتيجة بالقطع خاطئة، إذن المثال بكل تأكيد باطل. إذن القالب أو الصورة باطلة، مما يثبت أن الحجة الأصلية باطلة غير صحيحة. عندما نقوم بتطبيق طريقة العينة المضادة على حجة تحتوي على جملة شرطية ضمن المقدمات كما في المثال السابق، من المفضل اختيار جملة تمثيلية لتلك الجملة الشرطية تحتوي على علاقة ما ضرورية. مثلا في مثال الرئيس السابق، القضية الأولى الممثلة للجملة الشرطية تؤكد على العلاقة الضرورية ما بين القتل والموت. لا يوجد أدنى شك في حقيقة أن شخص ما قتل يصبح ميت، وبالتالي حقيقة الجملة راسخة بنفس الصورة لو كانت الجملة النتيجة في الحجة شرطية. أحد الطرق التي من الممكن استخدامها لصياغة مثال أو أطروحة خاطئة على صورتها هو دمج شرط صحيح مع نتيجة تابعة خاطئة. مثلا الجملة الشرطية: لو مشمش قطة إذن مشمش كلب، بكل تأكيد أطروحة خاطئة. قدرتك على تحديد صورة أو قالب الحجة بسهولة تتطلب أولا أن تكون على معرفة بصور أو قوالب الحجة المنطقية الاستنتاجية. أولا يجب أن تحدد المقدمات والنتيجة في الحجة. ثانيا لابد وأن تفرق بين كلمات القالب form words من كلمات المحتوى content words كي تستطيع أن تختزل حجة إلى صورتها القياسية أو قالبها. عند الاستبدال أو التمثيل نترك كلمات القالب كما هي ونستبدل كلمات المحتوى بالرموز. مثلا قالب القياس المنطقي التصنيفي categorical syllogism بيحتوي على كلمات كل، ليس، بعض، هو، ولا. هذه هي كلمات القالب، لا تتغير أو تستبدل. أما في قالب القياس المنطقي الافتراضي hypothetical syllogism، كلمات زي لو، إذن، ليس هي كلمات القالب أيضا. هناك كلمات قالب أخرى مثل إما، كل من، وتستخدم في صور أو قوالب أخرى من الحجج الاستنتاجية. لكن ليس دائما من السهل تحديد صورة أو قالب الحجة، وفي تلك الحالة أحد الطرق السهلة هو استخدام البديهة في نقل المثال إلى صورة أو قالب حجة ثم محاولة إيجاد عينة مضادة له. مثلا جميع نجوم السينما ممثلون مشهورون لأن جميع نجوم السينما المشهورين هم ممثلون. لو استبدلنا نجوم السينما ممثلون ومشهورون بالرموز سين صاد عين يصبح قالب الحجة كالآتي: واحد، كل سين صاد هو عين. اثنين، إذن كل سين هو عين هو صاد. وده أحد تمثيلات القالب: واحد، كل البشر التي هي آباء رجال. اثنين، إذن كل البشر الرجال هم آباء. من الواضح أن هذا التمثيل باطل. المقدمة صحيحة لأن كل الآباء فعلا رجال، لكن لا يتبع هذا بالضرورة أن كل الرجال من الآباء. استخدام طريقة العينة المضادة ساعدنا في إظهار هذا بالرغم من أن المثال السابق لا يتبع صورة قياسية محددة أو قالب معروف محدد من الحجج الاستنتاجية. استخدام طريقة العينة المضادة قد يتطلب قليل من المرونة والإبداع لأن لا توجد قواعد محددة يجب اتباعها لتمثيل الصورة أو القالب، لكن هناك إرشادات عامة كما أشرنا منذ قليل. الطريقة فعالة جدا في إظهار بطلان الحجة لأن ترتيب حقيقة المقدمات وبطلان النتيجة نمط غير عقلاني غير منطقي تقبله كل العقول الإنسانية السليمة. إعادة الصياغة paraphrasing arguments، الحجج التي نتعرض لها بشكل يومي غير مباشر ولا يتم صياغتها عادة في شكل قياسي. قد يختلف ترتيب مقدمتها أو حتى في بعض الأحيان معاني مقدمتها قد تستخدم لغة غامضة أو ملتبسة. هيكل الحجج قائم بالدرجة الأولى على العلاقة بين مركبتها، وبالتالي القدرة على تقييم إن كانت الحجة صحيحة أو صالحة يعتمد على قدرتنا على فهم العلاقة بين مركبات الحجة. ومن هنا علماء المنطق عملوا على وضع مجموعة من الآليات والطرق لتحليل تركيب الحجج وهيكلها. في الغالب أحد أهم تلك الطرق هو آلية إعادة الصياغة paraphrasing. الآلية من خلالها بنقوم بإعادة صياغة الحجة بلغة واضحة وترتيب وهيكل منطقي. في بعض الأحيان قد يتطلب هذا إعادة تشكيل للجمل،
وبالتالي من المهم جدا الحرص عند القيام بإعادة الصياغة توخي الحذر من التأثير على الحجة الأصلية، وإن الشكل الجديد مازال بيحافظ على الجدلية المطروحة. مثلا تميل الدول المتنوعة عرقيا إلى إقرار مستويات دعم اجتماعية أقل من تلك الدول المتجانسة. لا يشعر الناس بالارتباط مع بعضهم البعض عندما ينقسمون على أسس عرقية، ويكونون أقل قابلية لبرامج الدعم، إما أن يكون لديك تنوع عرقي أو دولة مزدهرة كبيرة، من الصعب الحصول على كليهما. من الممكن إعادة صياغة الجدلية بشكل قياسي كالآتي: 1- لو كانت الدول المتنوعة عرقيا، إذن لن يشعر الناس بالارتباط ببعضهم البعض. 2- إن لم يشعر الناس بالارتباط ببعضهم البعض، يكونون أقل قابلية لبرامج الدعم الاجتماعي الكبرى. 3- إذن الدولة المتنوعة عرقيا أقل قابلية على اعتناق برامج دعم اجتماعي كبرى. في بعض الأحيان إعادة الصياغة تقوم بأكثر من مجرد إعادة ترتيب أو تشكيل الحجة. على سبيل المثال، قد تظهر إعادة الصياغة الفرضيات الخفية داخل الحجة. مثلا عالم الرياضيات الإنجليزي جو فريدي هاردي قدم الجدلية التالية في كتابه دفاع رياضي A Mathematician's Apology اللي نشره سنة 1940. الجدلية كالآتي: سيتم ذكر أرشميدس ونسيان أسيخلوس، لأن اللغة تموت لكن الأفكار الرياضية لا تموت. من الممكن إعادة صياغة تلك الجدلية كالآتي: 1- اللغة تموت. 2- أسخليوس كتب مسرحياته باستخدام اللغة. 3- إذن أعمال أسخليوس ستموت في النهاية. 4- الأفكار الرياضية لا تموت. 5- أعمال أرشميدس كانت أفكار رياضية. 6- إذن أعمال أرشميدس لن تموت. 7- إذن أرشميدس سيتم ذكره لكن أسخليوس سينسى. كما ترى، عملية إعادة الصياغة في المثال السابق لم تقم فقط بإعادة هيكل وترتيب قضايا الحجة، لكنها أيضا قامت بإظهار القضايا والأطروحات الخفية في سياق جدلية هاردي. إذن آلية إعادة الصياغة تجعل الحجة سهلة التعرف عليها داخل النص، وبالتالي الحجة الصادرة عن عملية إعادة الصياغة من الضروري أن يتحقق فيها بعض أو كل الشروط التالية: 1- الحجة تستخدم مؤشرات المقدمات والنتيجة اللغوية. 2- الحجة تستخدم أحد صور أو قوالب الحجج المنطقية المتعارف عليها. 3- الحجة تظهر الفرضيات الخفية القائمة على السياق أو المعرفة السابقة. 4- الحجة تتخلص من المصطلحات ذات المعاني الغامضة أو الملتبسة. إعادة الصياغة تعتمد على عدة آليات ومهارات لغوية بسيطة، منها على سبيل المثال: 1- ترتيب قضايا الطرح بشكل بديهي يسهل عملية الاستيعاب، أي تبسيط هيكل وترتيب الصياغة اللغوية. 2- تبسيط اللغة المستخدمة في النص الأصلي. 3- التخلص من القضايا والأطروحات الغير مرتبطة بنتيجة الحجة. 4- تحديد وتوحيد المصطلحات المستخدمة. 5- تحديد النتائج الوسيطة وأيها يعتمد بشكل مباشر على بعضها البعض. مخططات الحجج Arguments Diagrams. الآلية الثانية لتحليل الحجج بهدف فهمها هو رسم مخطط الحجة أو الجدلية Diagramming Argument. من خلال المخطط من الممكن أن تمثل الهيكل أو التركيب اللغوي للحجة في صورة بيانية. تدفق قضايا المقدمات والنتيجة يتم تمثيلها في مخطط ثنائي الأبعاد Two Dimensional Chart. المخطط بكل تأكيد غير مطلوب في حالة الحجج البسيطة، بالرغم من أنه قد يساعد في فهم الحجة، لكن عندما تكون الحجة معقدة لها مقدمات عديدة متشابكة بطرق مختلفة، مخطط بياني قد يكون كبير الأثر في فهم الحجة. كي نستطيع رسم مخطط بياني للحجة، أولا نقوم بترقيم كل قضايا الحجة بنفس الترتيب الذي تظهر به داخل الحجة. نرسم دائرة حول كل رقم، وباستخدام الأسهم نقوم بإظهار العلاقات ما بين القضايا بالإشارة من رقم قضية إلى القضية الدالة عليها. ترتيب الدوائر الممثلة للقضايا الحجة يتبع بعض القواعد التنظيمية،
واحد نتيجة الحجة تظهر في نهاية المخطط مستقلة تابعة للقضية التي تدل عليها. 2. المقدمات التي تقود لنفس النتيجة ولا تعتمد على بعضها البعض يتم وضع دوائرها على نفس المستوى الأفقي. هناك عدة صور من الأنماط أو الطرق المختلفة لتمثيل الحجة: النمط العمودي أو الرأسي Vertical Pattern. هذا النمط من التخطيط يتم رسم مخطط لحجة مقدمتها غير متوازنة أو متناسقة في تأثيرها، أي إن المقدمات لا تقدم دعم أو دليل مباشر لنتيجة الحجة، لكن المقدمات تدعم مقدمات أخرى التي بدورها تدعم النتيجة النهائية. في تلك الحالة المخطط بسيط، كل مقدمة لها دائرة على مستوى أفقي مستقل، والسهم الخارج منها يشير للمقدمة التابعة لها في تسلسل يبدو مثل العقد أو السلسلة إلى النتيجة النهائية. على سبيل المثال، 1. بيع الأعضاء البشرية مثل القلب، الكلى، لابد أن يتم تجريمه. 2. السماح ببيع الأعضاء البشرية سيقود بدون شك إلى إعطاء الأغنياء ميزة تقريرية، لأنهم سيكونون قادرين على شراء تلك الأعضاء. 3. طبقا لقانون العرض والطلب، عندما يتم شراء شيء نادر وبيعه كسلعة يرتفع السعر دائما. من الممكن رسم مخطط لتلك الحجة كالآتي: مخطط رأسي يبدأ من القضية رقم 3 على مستوى مستقل، ويشير إلى دائرة 2 أسفلها، وسهم منها يشير إلى النتيجة النهائية للحجة وهي القضية رقم 1 في أسفل المخطط. انظر إلى الشكل المرافق. المخطط يظهر لنا أن القضية رقم 1 هي نتيجة الحجة، مدعومة بالقضية 2 التي أيضا مدعومة بالقضية 3. النمط الأفقي horizontal pattern هو صورة أخرى، من السهل توضيحه من خلال المثال التالي: 1. لا يوجد إجماع بين علماء الأحياء أن الخلية المخصبة حية مقارنة بالبويضة الغير مخصبة أو الحيوان المنوي لا يعتبر على قيد الحياة. 2. كما أنه لا يوجد إجماع حول ما إذا كانت مجموعة من الخلايا بدون نظام عصبي بدائي تعد إنسان على قيد الحياة. 3. وبالتالي لا توجد بيانات تجريبية مقنعة لتقرير قضية متى تبدأ الحياة البشرية. من الممكن تمثيل تلك الحجة في صورة مخطط بياني كالآتي: دائرتي 1 و2 على نفس المستوى الأفقي، وسهمين من كل من 1 و2 يشيروا إلى دائرة 3 أسفلهما. انظر إلى الشكل المرافق. أي إن نتيجة الحجة ممثلة في القضية رقم 3، مدعومة بكل من المقدمتين الممثلتين في الدائرتين 1 و2. في النمطين السابقين كل مقدمة دعمت نتيجة الحجة بشكل مستقل، لكن في بعض الأحيان يتم الجمع بين النمطين السابقين حيث يشترك مقدمتين في دعم النتيجة. في تلك الحالة يطلق على هذا النمط المقدمات المشتركة conjoint premises. في تلك الحالة المقدمتين يعتمدا على بعضهما البعض، حيث لو تم إزالة أحدهما يفشل الآخر في دعم النتيجة بشكل مستقل. مثلا: 1. أحمد لا يستطيع حضور الامتحان الأسبوع القادم. 2. حضور الامتحان يتطلب التسجيل في بداية الفصل الدراسي ونسبة حضور أعلى من 80%. 3. نسبة حضور أحمد أعلى من 80% لكنه غير مسجل. في تلك الحالة النتيجة الممثلة في الدائرة 1 تتطلب كل من الدوائر 2 و3 مجتمعتين تحت قوس لدعم حقيقتها، وهي عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان. معرفة مثلا القضية المطروحة في 2 وهي شرط الحضور غير كافي لاستنتاج عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان، ومعرفة القضية المطروحة في 3 وهي نسبة حضور أحمد وعدم تسجيله في المادة غير كافي بمفرده لاستنتاج عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان. إذن حقائق المقدمتين معا أو المقدمات مشتركة تدعم حقيقة النتيجة. نمط آخر هو عندما تقدم الحجة عدة نتائج multiple conclusions. في تلك الحالة يتم تمثيل الحجة بالمقدمات تشير بسهم إلى قوس يجمع مجموعة من الدوائر الممثلة لكل نتائج الحجة. مثلا: 1. الزواج المبكر
وعدم إكمال التعليم هما السببين الرئيسيين وراء ازدياد نسبة الفقر في المجتمع. 2، لكي نقضي على الفقر لابد أن نعطي الناس دافع كي يكملوا تعليمهم. وأيضا 3، لابد من تشجيع الأسر على رفض الزواج المبكر. انظر للشكل المرافق. في تلك الحالة الدائرة 1 المقدمة تشير إلى قوس يجمع تحته كل من النتيجتين 2 و3. لو فاكر من حلقة أسس علم المنطق، الجدلية لا يمكن أن تحتوي على أكثر من نتيجة، لكن البشر في لغتهم اليومية لا يتبعوا قواعد المنطق بصرامة، ولهذا نقوم بجمع النتيجتين تحت قوس، أي إن هناك نتيجة واحدة للحجة. مثال آخر على نص تتعدد فيه نتائج الحجة ويصبح من الضروري على المحلل أن يجمع نتائج الحجة تحت نتيجة واحدة هو نص مقتطف من خطاب من كارل ماركس لفريدريك إنجلز، قال فيه: 1، تعجيل القيام بالثورة الاجتماعية في إنجلترا هو أهم عنصر من الممكن حدوثه في رابطة العمال الدولية. 2، الوسيلة الوحيدة لتعجيل الثورة هو استقلال أيرلندا. 3، بالتالي تصبح المهمة الدولية قلق صراع بين إنجلترا وأيرلندا. 4، وفي كل المحافل الدولية نقف صراحة خلف دعم أيرلندا. هناك جدليتين في تلك الحجة، لكن النتيجتين مدعومتين بنفس المقدمتين 1 و2. في تلك الحالة من الممكن رسم مخطط الحجة كالآتي: المقدمتين 1 و2 مشتركتين بقوس نمط مقدمات مشتركة، يشير إلى كل من 3 و4 مجتمعتين بقوس كنتيجة واحدة. انظر الشكل المرافق. دي الصور الأربعة الأساسية لتمثيل العلاقات بين قضايا الحجة. هذه اللغة التصويرية الرمزية كافية الآن كي تستخدم لتحليل الحجج الأكثر تعقيداً التي قد نتعرض لها في الكتابات والمناقشات اليومية. المثال القادم أكثر تعقيداً. 1، قمم الجبال الصحراوية مواقع جيدة لعملية البحث الفلكي. 2، بسبب ارتفاعها تكون فوق جزء من الغلاف الجوي، الأمر الذي يمكن الضوء الصادر عن النجوم من الوصول إلى التلسكوب دون الحاجة إلى صبر أعماق الغلاف الجوي. 3، وبسبب طبيعتها الجافة الصحراء عادة ما تكون خالية من السحب. 4، السحب والضباب يشكل حاجز في السماء أمام أي قياسات فلكية. في تلك الحجة القضية 1 هي نتيجة الحجة، والثلاث حجج الأخرى هي مقدمات تلك الحجة، لكن الطريقة التي يقدم بها الدعم غير متكافئة. المقدمة 2 بمفردها تدعم النتيجة وهي ارتفاع قمم الجبال، لكن المقدمة 3 و4 مشتركتين لابد أن يطرحا معا كي يدعم النتيجة. وبالتالي المخطط يصبح كالآتي: بجمع النتيجة 3 و4 نمط المقدمات المشتركة، وكلاهما مع المقدمة 2 بشكل مستقل النمط الأفقي يدعم النتيجة 1 النتيجة النهائية للحجة. انظر الشكل المرافق. عندما يكون هناك أكثر من مقدمة في الحجة، في بعض الأحيان موقع المقدمات والنتيجة في الحجة قد لا يتبع التسلسل المنطقي، أي النتيجة في نهاية الحجة والمقدمات في بدايتها. وفي تلك الحالة يكون من الضروري إعادة ترتيب قضايا الحجة حتى يكون من الممكن رسم مخطط لها. مثلا فكر في النص التالي: المصدر الحقيقي والأصلي لإلهام المفكرين المسلمين كان القرآن والأحاديث النبوية. من الواضح إذن أن الفلسفة الإسلامية لم تكن مجرد نسخة كربونية من الفكر اليوناني السالف عليها، لأنها اهتمت بشكل أساسي بالمشكلات التي نشأت في المجتمعات الإسلامية وذات صلة بالثقافة الإسلامية الدينية. تفتكر ما هي نتيجة تلك الحجة؟ وأين موقعها في النص بالضبط؟ النتيجة هي: الفلسفة الإسلامية لم تكن مجرد نسخة كربونية من الفكر اليوناني. وفي الواقع النتيجة ظهرت ما بين مقدمتي الحجة: مصدر الفكر الإسلامي كان القرآن والأحاديث النبوية، واهتمام الفلسفة الإسلامية كان بمشاكل المجتمعات الإسلامية. أيضا نتيجة حجة ما قد تصبح مقدمة لحجة أخرى داخل نفس النص. مثلا في أحد كتابات توما الأكويني جادل: 1،
القانون البشري يصاغ كي يناسب جموع البشر. 2. الغالبية العظمى من البشر ليست مثالية في الفضيلة. 3. لذلك لا تمنع القوانين الإنسانية كل الرذائل. نتيجة تلك الحجة استخدمها الأكويني مباشرة كمقدمة لحجة أخرى مختلفة. نصها كان كالآتي: 1. الأفعال الشريرة تتعارض مع أفعال الفضيلة. 2. لكن القانون الإنساني لا يحظر كل الرذائل. 3. إذن القانون الإنساني لا يصف كل أعمال الفضيلة. هذه الصور التتابعية من الحجج القائمة على بعضها البعض قد تصبح أكثر تعقيداً ولها عدد كبير من المستويات. على أي حال، مخططات الحجج تصبح مهمة جداً في تحليل وتفسير الحجج عندما يكون هناك عدة مستويات متداخلة ومتشابكة من الحجج. مثلاً في رسالة جون لوك الثانية للحكومة Second Treaties of Government قدم حجتين متداخلتين كالآتي: 1. ليس من الضروري أن يكون فرع الحكومة التشريعي دائماً موجود. 2. من الضروري دائماً وجود السلطة التنفيذية في الحكومة. 3. ليس هناك حاجة دائمة إلى صياغة القوانين. 4. هناك حاجة دائمة إلى تطبيق القوانين التي صيغت مسبقاً. هناك حجتين متداخلتين في هذا المثال: مقدمة 3 ليست هناك ضرورة دائمة لصياغة القوانين، وبالتالي نتيجة 1 ليس هناك ضرورة دائمة لوجود فرع تشريعي في الحكومة. هذا المخطط من الممكن تمثيله بدائرة 3 تشير إلى دائرة 1. والحجة الأخرى المستقلة هي مقدمة 4 هناك حاجة دائمة لتطبيق القوانين، وبالتالي نتيجة 2 من الضروري دائما وجود سلطة تنفيذية. بنفس الصورة من الممكن رسم مخطط فيه مقدمة 4 تشير إلى نتيجة 2. انظر للشكل المرافق. رسم مخططات للحجج وإعادة الصياغة آليات قوية ومفيدة لتحليل الحجج وفهم هيكلها والعلاقات بين أطروحتها، خصوصا عندما تصبح الحجة معقدة متعددة المستويات أو غامضة كما سنرى بعد قليل. الحجج المعقدة Complex Argument Forms. بعض الحجج معقدة جدا في تركيبها. تحليل النصوص أو المناقشات التي تحمل في طياتها عدة حجج أو جدليات عملية صعبة وقد تصبح مستحيلة على البعض إن لم يستخدموا الأدوات السليمة عند تحليل النص. مثلا بعض النصوص المقدمات لحجة ما قد تكون نتيجة فرعية لمقدمات أخرى، اللي تدورها قد تكون نتيجة فرعية لمقدمات سابقة عليها. التركيبات المعقدة تشترك مع بعضها لتكوين صورة أكثر تعقيداً من الجدال. مخططات الحجج بكل تأكيد تساعد على توضيح تلك العلاقات المتشابكة، لكن لا توجد طريقة ميكانيكية من الممكن اتباعها للتأكد إن كان المخطط فعلاً يمثل نص الحجة، لأن هناك أكثر من قراءة ممكنة للحجة، وبالتالي هناك أكثر من مخطط تصويري جائز للحجة لإظهار تركيبها اللغوي. النصيحة اللي من الممكن أقدمها لك عند تحليل الحجج هو المحاولة الصادقة لفهم عملية التفكير العقلانية التي قام بها صاحب الحجة، ومحاولة تحديد الدور الذي يلعبه كل عنصر من عناصر النص في دعم الحجة. في الأمثلة التالية سأقوم بترقيم قضايا الحجة داخل النص لمساعدتك في فهم تركيب الحجة وعلاقتها، لكن في الواقع النصوص لن تحتوي على تفصيل وترقيم لقضايا الحجة. تحديد قضايا الحجة الخطوة الأهم لفهم وتحليل الحجة، يتبعها فهم وتحديد العلاقات بين قضاياها. بعد تحديد قضايا الحجة والعلاقات بينها يصبح من السهل الحكم على صحة الحجة إن كانت مقدمتها فعلا تؤدي لنتيجتها. فكر في نص الحجة التالية المقتبس من مقال بعنوان كيف تطور مضاد حيوي جديد How to develop new antibiotics العالم الأورام الأمريكي المعاصر إزكيل إيمانويل. 1. البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تكلف الاقتصاد 20 مليار دولار سنويا. 2. نحاول تطوير مضادات حيوية لمقاومة هذه البكتيريا، لكن 3. تطوير مضادات حيوية جديدة عملية غير مربحة. 4. المضادات الحيوية عادة ما تعطى لمدة قصيرة من الوقت،
وخمسة، الأطباء يصفون المضادات الحيوية بشكل محدد تحت ظروف صحية معينة. ستة، إذن كي نشجع تطوير مضادات حيوية جديدة، الحكومة لابد وأن تضع جائزة مالية قدرها 2 مليار دولار لأي شركة تطور مضاد حيوي فعال. نتيجة الحجة هي القضية رقم 6 المدعومة بشكل مستقل بالمقدمة رقم 1، وهو التكلفة الباهظة التي تفرضها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على الاقتصاد. لكن أيضا النتيجة مدعومة بشكل مستقل بكل من المقدمتين 2 و 3، وهو لابد من تطوير مضادات حيوية جديدة لكنها عملية مكلفة. وأخيرا المقدمة 3 مدعومة بشكل مستقل بكل من المقدمة 1 و 2، وهو الأسباب المؤدية لارتفاع الكلفة المادية لتطوير المضادات الحيوية. لو حاولنا رسم مخطط لتلك الحجة سيكون على الصورة التالية. انظر الشكل المرافق. المقدمة 4 و5 تشير بشكل مستقل إلى المقدمة 3 نمط أفقي. المقدمة 2 و3 مشتركتين بقوس تشير إلى النتيجة 6 نمط المقدمات المشتركة، والمقدمة 1 تشير إلى النتيجة 6 نمط أفقي. المثال التالي، نتيجة الحجة أول جملة في المقدمة وأربع مقدمات تتبعها لتدعمها بشكل مباشر، ومقدمتين يدعموها بشكل غير مباشر عن طريق نتائج بسيطة. تأمل النص. 1. من غير المرجح أن تكون الأبحاث التي تستخدم الحيوانات غير ضرورية أو سيئة. 2. قبل إجراء تجربة باستخدام حيوانات من الفقاريات، يجب مراجعة بروتوكول هذه التجربة من قبل لجنة مؤسسية تضم طبيب بيطري وعضو من الجمهور. 3. وخلال البحث يتم مراقبة صحة الحيوان ورعايته بانتظام. 4. يحتاج الباحثون إلى حيوانات صحية للدراسة في العلوم والطب. 5. لأن الحيوانات غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة. 6. هذا حافز قوي للعلماء للتأكد من أن أي حيوانات يستخدمونها هي حيوانات صحية ويتم تغذيتها بشكل جيد. 7. علاوة على ذلك، تعتبر الأبحاث المتعلقة بالحيوانات باهظة الثمن. 8. ولأن التمويل محدود في العلوم. 9. فإن البحوث عالية الجودة هي فقط القادرة على المنافسة بفاعلية للحصول على الدعم. انظر الشكل المرافق. النتيجة الفرعية 4 مدعومة بالمقدمة 5. الباحثون يحتاجون حيوانات صحية لأن الحيوانات غير الصحية تؤدي إلى نتائج خاطئة. النتيجة الفرعية 4 بدورها مقدمة للنتيجة الفرعية 6، وهو أن تجنب النتائج الخاطئة في البحث العلمي حافز قوي لاستخدام الحيوانات الصحية. والنتيجة الفرعية 6 بدورها مقدمة للنتيجة الأخيرة 1، وهو أن من غير المرجح أن الأبحاث العلمية التي تستخدم الحيوانات سيئة ومضرة. في نفس الوقت المقدمتين 7 و8 مجتمعتين يدعم النتيجة الفرعية 9، الأبحاث المتعلقة بالحيوانات باهظة الثمن والتمويل محدود. إذن الأبحاث عالية الجودة هي فقط القادرة على المنافسة بفاعلية للحصول على الدعم. هذه النتيجة الفرعية بدورها مقدمة للنتيجة الحجة الأخيرة رقم 1. وعلى التوازي المقدمتين 2 و3 مستقلتين يدعم النتيجة الأخيرة 1، وهو أن التجارب تراجع من قبل لجنة متخصصة محايدة ويتم مراقبة صحة الحيوان ورعايته خلال البحث. أكيد ملاحظ الحجة معقدة قد إيه، وترتيب المقدمات، النتائج الفرعية والنتيجة الأخيرة لا يتبع السياق الرسمي الذي يقترحه علماء المنطق. لكن التعقيد قد يظهر في صورة أخرى داخل النصوص، أحيانا عن عمد أو سهو. مثلا أحد تلك الصور هو تكرار نفس الفكرة أو الحجة بعدة صور مختلفة أو صياغات مختلفة. في تلك الحالة المخطط يساعد في إظهار تلك التكرارية. عند تحليل النص نستخدم نفس الرقم للإشارة للمقدمات المتكررة. تأمل النص التالي. 1. نظرية الانفجار الأعظم بيج بانج تنهار. 2. وفقا للفكرة التقليدية بدأ الكون بالانفجار الكبير، انفجار هائل متماثل تماما قبل 20 مليار عام. 3. المشكلة هي أن علماء الفلك أكدوا من خلال الملاحظة
وجود تجمعات ضخمة من المجرات التي هي ببساطة أكبر من أن تتشكل خلال 20 مليار سنة فقط. كما تظهر الدراسات المستندة إلى بيانات جديدة تم جمعها بواسطة القمر الصناعي مدعومة باستطلاعات أرضية سابقة. 4. إن المجرات تتجمع في شرائط شاسعة تمتد مليارات السنين. 5. وتفصل بينها مئات الملايين من السنوات الضوئية. 6. نظراً لملاحظة أن المجرات تنتقل في جزء صغير فقط من سرعة الضوء، تظهر الرياضيات 7. أن هذه المجرات الكبيرة من المادة يجب أن تستغرق ما لا يقل عن 100 مليار عام لتتحد مع بعضها، 5 أضعاف طوال الوقت منذ الانفجار الأعظم المفترض. 3. لاحظ التكرارية، لا يمكن إنشاء هياكل كبيرة مثل تلك الموجودة الآن في 20 مليار عام. 2. لاحظ التكرارية مرة أخرى، نظرية الانفجار الكبير تقر بأن المادة انتشرت بالتساوي في الكون في هذه الصورة القياسية. 3. لاحظ التكرارية، لا توجد وسيلة لمثل هذه المجموعات الضخمة للتشكل بسرعة. أرجو أنك تكون لاحظت تكرارية القضايا 2 و 3 في الجدلية، المقدمات 4، 5 و 6 والأدلة القائمة على الملاحظة تعطي أسباب لدعم النتيجة الفرعية 7، وإن التجمعات الكبيرة من المادة تحتاج ما لا يقل عن 100 مليار عام كي تتحد، الأمر الذي بيعد 5 أضعاف الوقت المفترض منذ بداية الانفجار الأعظم. النتيجة الانتقالية 7 ضمنية تعمل كمقدمة للنتيجة الانتقالية 3 وتكرر نفس الفكرة، وهو إن لا يمكن أن تكون هذه التجمعات الكبرى في المدة المفترضة منذ حدوث الانفجار الأعظم قد تكونت. وبدمج المقدمة 2 و 3 المدة المفترضة والتماثل المفترض غير كافي لدعم النظرية، وبالتالي النتيجة 1 وهي تداعي نظرية الانفجار الأعظم. انظر الشكل المرفق، الجدلية اكتملت هنا، لكن في النص الكاتب كرر المقدمات 2 و 3 عدة مرات دون داعي. جزء من مهمة التحليل المنطقي للنصوص هو تحديد تلك التكرارية والتخلص منها. تأمل النص التالي الأكثر تعقيدا. 1. السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية لا يمكن أن تكون أي شيء غير أجهزة تجريبية. 2. الطاقة الشمسية ضعيفة جدا لتشغيل سيارة صغيرة للاستخدام اليومي. 3. تبلغ الطاقة الشمسية التي تدخل الغلاف الجوي حوالي 1 كيلو واط لكل ياردة مربعة. 4. بسبب التشتت في الجو. 5. ولأن الشمس تشرق نصف يوم في المتوسط في أي مكان على الأرض. 6. فإن متوسط الطاقة الشمسية المستقبلة هو 1/6 كيلو واط أو 4 كيلو واط في اليوم. 7. تشير الاختبارات على السيارات ذات الحجم الكامل إلى أن هناك حاجة إلى 300 ألف واط ساعة في بطارية السيارة الكهربائية كي تؤدي مهام الفرد اليومية بشكل مرضي. 8. لذلك ستكون هناك حاجة إلى 40 ياردة مربعة من الخلايا لشحن بطارية السيارة، أي بحجم سطح جرار. 1. التكنولوجيات التي لم تتطور بالقدر الكافي بعد ليست السبب في عدم قدرة السيارة لتوفير احتياجات الفرد العادي للاستخدام اليومي. السيارة تجريبية مصممة بشكل رائع، لكنها قيود علم الكونيات. انظر الشكل المرافق، لو تأملت النص ستجد أن نتيجة الحجة المقدمة رقم 2 تم تكرارها بصيغة أخرى في نهاية النص المقدمة رقم 1، والمقدمات 3 4 5 مجتمعة. كمية الطاقة الشمسية اللي بتدخل الغلاف الجوي قليلة بسبب التشتت، ولأن الشمس تشرق نصف يوم فقط، تدعم المقدمات 7 و 6، وهو أن متوسط الطاقة الشمسية المستقبلة 4 كيلو واط في اليوم، والاختبارات تشير إلى احتياج 300 ألف كيلو واط. المقدمتين معا يدعم المقدمة 8، وهي أننا نحتاج 40 ياردة مربعة، أي مساحة سطح الجرار، لشحن سيارة، التي تدعم النتيجة الفرعية 2، وهو أن السيارات الكهربائية فكرة غير عملية، نفس الفكرة المكررة في النتيجة النهائية 1 لكن بصيغة أخرى. لاحظ أن حقيقة أو خطأ الجدليات التي نستخدمها كأمثلة هنا ليست الأمر محل التحليل، لكننا نحلل التركيب والهيكل العام للحجة كي نستطيع تقييم سلامتها ومنطقيتها. المثال الأخير الذي سأطرحه عليك شديد التداخل والغموض،
لكنه صورة جيدة على كيف من الممكن أن تتشابك وتتداخل المقدمات وأطروحات الحجة في النصوص البشرية الغير محكومة بقواعد المنطق. تأمل النص التالي. مجلة نيو إنجلاند الطبية اتخذت موقفاً واحد بأنها لن تنشر تقارير لبحوث غير أخلاقية بغض النظر عن أهميتها العلمية. هناك ثلاث أسباب لهذا الموقف. أولاً، اثنين، إن سياسة نشر البحوث الأخلاقية فقط إذا طبقت بشكل عام سوف تردع العمل الغير أخلاقي. ثلاثة، يعد النشر جزء مهماً من نظام المكافأة والتقدير في مجال البحوث الطبية. أربعة، ولن يقوم الباحثون بإجراء دراسات غير أخلاقية إذا علموا أن النتائج لن تنشر. خمسة، علاوة على ذلك هذه الدراسات أسهل في تنفيذها. ستة، وبالتالي قد تمنح ممارسيها ميزة تنافسية. ثانياً، سبعة، إن رفض النشر حتى لو كانت الانتهاكات الأخلاقية بسيطة يحمي مبدأ أولوية موضوع البحث. ثمانية، إذا سمح لهفوات صغيرة بالتالي نؤيدها وندعمها. تسعة، وهذا سيؤدي إلى انتهاكات أكبر. وأخيراً، عشرة، فإن رفض نشر أعمال غير أخلاقية يخدم المجتمع بشكل عام بأنه يتخلص من العلماء الذين لا يعتبرون العلم المقياس الأساسي للحضارة. 11. قد تكون المعرفة رغم أهميتها أقل أهمية للمجتمع المتحضر من الطريقة التي يتم الحصول بها على هذه المعرفة. انظر إلى الشكل المرافق مرة أخرى. نتيجة الحجة تظهر في بداية النص، الأطروحة رقم 1، ويدعمها المقدمات 2، 8 و 11 بشكل مستقل. المقدمات نفسها مدعومة من خلال شبكة من المقدمات الأخرى. سأترك لك مهمة تتبع المخطط وتطبيقه على النص كي ترى العلاقات بين الأطروحات وتصل إلى النتيجة النهائية في النص، وهي إن المجلة لن تنشر الأبحاث الغير أخلاقية بغض النظر عن أهميتها العلمية. أرجو إن الأمثلة دي تكون أظهرت لك الإشكالية في النصوص الغير مضبوطة طبقاً لقواعد المنطق، واللي بتمثل غالبية النصوص البشرية المنشورة. العلاقات بين الأطروحات متشابكة، معقدة، متكررة، وفي كثير من الأحيان غير واضحة. مسار الحجة يكون مختلط وغير واضح في عقل الكاتب نفسه في كثير من الأحيان. لهذا التحليل المنطقي وإعادة الصياغة والمخططات تظهر تلك الإشكاليات من خلال إعادة بناء هيكل الحجة وتركيبها في صورة تمثيلية تساعد على رؤية نقاط قوة وضعف الحجة. المنطق يهدف إلى صناعة وتقييم الحجج، لكن عملية التقييم الناجحة للحجج تفترض أن تركيب الحجة محل السؤال اتبع قواعد صناعة المنطق طبقاً لمنظومة علم المنطق، الأمر اللي بكل تأكيد لا ينطبق على كثير من المحادثات والكتابات الإنسانية. إشكاليات التفكير Reasoning Problems. في عملية التفكير ننتقل من معطيات أو مقدمات معروفة ومؤكدة لنا إلى نتائج ما زالت في حيز الشك. الفرد العادي يقوم بصناعة الحجج يومياً، كيف يتصرف وكيف يحكم على تصرفات الآخرين، كيف يدافع عن أحكامه الأخلاقية، السياسية، الإنسانية، إلى آخره. القدرة على صناعة حجج سليمة أو الحكم على حجج الآخرين كانت سليمة أم لا، مهارة لا تقدر بثمن. ولو لاحظت إني أطلقت عليها مهارة، لأنها تكتسب وتتحسن مع الممارسة والوقت. والقدماء وضعوا ألعاب تعتمد في الأساس على العملية العقلية التي تنطلق من المقدمات إلى النتائج، مثل الشطرنج أو اللعبة الصينية القديمة جو. قواعد تلك الألعاب قائمة على اختبار وتقوية مهارات التفكير المنطقي. غالباً الأحاجي والإشكاليات المنطقية في تلك الألعاب أبسط وأكثر مباشرة من الإشكاليات المنطقية في الواقع، لكن تمرين العقل على التعامل مع تلك الإشكاليات، التعرف عليها وحلها داخل نطاق لعبة محدود، عملية مهمة جدا، لأنها تساعد على بناء العضلات العقلية المنطقية إنجاز التعبير. ويصبح العقل قادر على مد رقعة أنماط التفكير المنطقي المكتسبة في الإطار المحدود إلى الإشكاليات الواقعية. بصورة أبسط، تصور إن الألعاب العقلية والاستراتيجية بمثابة تمرين للاستعداد على التعامل العقلي مع الواقع. مثلاً، القدرة على استنباط نتائج فرعية من مقدمات أولية
واستخدامها كمقدمات لنتائج نهائية جزء أساسي من أنماط التفكير داخل لعبة الشطرنج. المهارة التي إن مدها العقل الإنساني للاستخدام في الواقع تصبح أصيلة في عملية التفكير المنطقي. الأحاجي والإشكاليات المصممة داخل تلك الألعاب قد تكون صعبة ومحبطة للبعض أحياناً، لكنها كأي تطبيق لعملية التفكير المنطقي مشبعة جداً في حالة نجاحها. أو زي ما جادل الفيلسوف المعاصر جون دوي: إن الاستمتاع بالمشكوك فيه هو علامة على العقل المتعلم. لكن الأحاجي والألعاب العقلية ليست دائماً في الألعاب الشهيرة مثل الشطرنج أو جو، لكن أحد صورها الشائعة هي الألغاز اللفظية. مثلاً أحد صور الأحاجي اللفظية الشائعة هو الوصول لحقائق عن كائنات معينة مفترضة داخل الأحجية من خلال الاستنباط من أدلة داخل المقدمات. فكر في المثال التالي: الطاقم الفني لأي طائرة يتكون من الطيار، مساعد الطيار، ومهندس الطائرة. أحمد، محمد، ومحمود طاقم الطائرة الفني، مساعد الطيار أقل أفراد الطاقم دخلا، محمود متزوج أخت محمد ودخله أكثر من الطيار، مساعد الطيار هو الطفل الوحيد لأبويه. ما هو منصب كل منهم داخل طاقم الطائرة الفني؟ علشان نقدر نحل الأحجية دي، الطريقة المنطقية هي أننا نبدأ من نطاق المعلومات المعروفة لنا في الأدلة المطروحة في مقدمات اللغز، ونصل منها إلى نتائج تتخطى حدود الحقائق المطروحة داخل المقدمات. في تلك الحالة، المعلومات الأكثر المتوفرة لدينا حول الشخصيات هي المعلومات المتوفرة حول شخصية محمود. نحن نعلم أنه ليس قائد الطائرة لأن دخله أعلى من قائد الطائرة، وبكل تأكيد هو ليس مساعد قائد الطائرة لأن مساعد الطيار أقل أفراد الطاقم دخلا. باستخدام الإزالة elimination من الممكن أن نستنتج أن محمود لابد وأنه مهندس الطائرة، وباستخدام النتائج الفرعية نقدر نحدد وظيفة محمد. بكل تأكيد هو ليس مساعد الطيار لأنه له أخت، ومساعد الطيار هو الطفل الوحيد لأبويه. لكنه أيضا ليس مهندس الطائرة لأننا أثبتنا منذ قليل أن محمود هو مهندس الطائرة. إذن الوظيفة الوحيدة الباقية هي قائد الطائرة. إذن محمد هو قائد الطائرة، ويبقى الفرد الأخير أحمد لابد أنه بيتقلد الوظيفة الأخيرة الباقية وهي مساعد الطيار. الأحجية دي من الممكن أن تكون أعادت لك بعض ذكريات الطفولة. المسائل اللفظية أحد التمارين الأساسية التي يدرسها التلاميذ في مناهج الرياضيات في المراحل الابتدائية في مصر، وأعتقد في العديد من الدول العربية الأخرى. والأحاجي والألغاز اللفظية كانت وما زالت تملأ فضاء مجلات الشباب والمراهقين المصورة. لكن هذا النوع من الألغاز اللفظية حين يتعقد يصبح من الصعب التعامل معه بنفس الصورة السابقة، ويكون من المفيد استخدام أحد الأدوات المنطقية للتعامل مع هذا النوع من المسائل، وهو مصفوفات المعلومات (matrix). مصفوفة المعلومات تستخدم لتراكم المعلومات وتصوير علاقتها الغير مباشرة ببعضها البعض. المثال التالي سيساعد في إيضاح أهمية تلك الأداة: نور، عمر، علي، وعائشة أربع شخصيات عامة ذات شأن كبير في المجتمع، أحدهم عالم، والآخر كاتب، والآخر فيلسوف، والأخير فنان، ولكن ليس بالضرورة بنفس الترتيب. المعلومات التالية متوفرة لدينا: واحد، نور وعمر كانوا ضمن الجمهور في محاضرة أخيرة للفيلسوف. اثنين، كل من علي والكاتب لديهم بورتريه رسموا الفنان لهم. ثلاثة، الكاتب الذي نشر سيرة ذاتية لعائشة يخطط أن ينشر سيرة ذاتية لنور. أربعة، نور لم يلتقي علي من قبل. السؤال: يا ترى ما هي وظيفة نور، عمر، علي، وعائشة؟ تذكر، المعلومات المطروحة داخل تلك المقدمات والنتائج الفرعية المستنبطة منها قد تكون مهمة عويصة على كتير مننا، ولو حاولت تسطر بعض الملاحظات قد يساعد هذا الأمر، لكنها سريعا ما تصبح متشابكة وتتشتت. حاول تجرب بنفسك. طريقة أفضل هي ترتيب المعلومات وإظهارها بصورة منظمة تساعد في استنباط النتائج الفرعية أو الوسيطة، واستخدامها مع المعلومات المطروحة في المقدمة لتساعد في ربط متسلسلة من الأدلة للوصول إلى النتيجة النهائية.
مصفوفة المعلومات هي الأداة التي قد تساعدنا في تحقيق تلك الأهداف ورؤية كافة الاحتمالات الممكنة المتعلقة بالوصول إلى النتيجة وتسجيل كافة الاستدلالات. في هذا المثال المصفوفة تتكون من 4 صفوف، كل صف يمثل فرد من الأفراد الأربعة في اللغز، وأربعة أعمدة كل عمود يمثل أحد الوظائف الأربعة التي من الممكن أن يعتنقها الفرد. عندما نقرر أن فرد ما بناء على معلومة ما مطروحة في أحد المقدمات أو بناء على أحد النتائج الفرعية المستنبطة لا يمكن أن يشغل وظيفة ما، نضع علامة خطأ في الخانة تقاطع صف الفرد مع عمود الوظيفة. انظر الشكل المرافق. دعنا نبدأ بالمعطيات. بناء على المعطى 1، من غير الممكن أن يكون نور أو عمر الفيلسوف لأنهم حضروا محاضرة أخيرة له، إذن نضع علامة خطأ لكل منهم في خانة الفيلسوف. ومن المعطى 2 نعلم أن علي ليس الكاتب ولا الفنان لأن الفنان رسم له هو والكاتب بورتريه، إذن نضع علامة خطأ لعلي في خانة الكاتب والفنان. ومن المعطى 3 نعلم أن الكاتب لا يمكن أن يكون عائشة أو نور لأنه نشر سيرة ذاتية لعائشة ويخطط لنشر سيرة ذاتية لنور، إذن نضع علامة خطأ لعائشة في خانة الكاتب وعلامة خطأ لنور في خانة الكاتب. حتى الآن المصفوفة تمثل فقط المعلومات التي نعرفها من خلال المقدمات، لكن هناك فئة أخرى من المعلومات وهي المعلومات التي نعلمها من خلال عملية الإزالة. لابد أن عمر هو الكاتب. انظر لعمود الكاتب في المصفوفة، هناك خطأ أمام كل الأفراد ما عدا عمر، إذن الحل الوحيد الباقي هو أن عمر يصبح الكاتب، إذن نضع علامة صح أمام عمر في خانة الكاتب، وبالتالي عمر لا يمكن أن يشغل أي وظيفة أخرى، إذن نضع خطأ في جميع الخانات الأخرى في صف. ولو نظرنا لعمود الفنان سنجد أن عمر وعلي أمامهم خطأ، إذن إما نور أو عائشة لابد أن يكون الفنان، لكننا عارفين من المعطى 2 أن الفنان رسم علي، فلابد إذن أن الفنان التقى بعلي. ومن المعطى 4 نعلم أن نور لم يلتقي علي من قبل، إذن نور بكل تأكيد ليس الفنان، نضع علامة خطأ في خانة الفنان أمام نور، إذن تبقى عائشة وبكل تأكيد هي الفنان، نضع صواب أمام الفنان في خانة عائشة وخطأ في باقي الخانات الأخرى. الآن يصبح من الواضح أن خانة الفيلسوف المتبقية بدون علامة خطأ فقط أمام علي، إذن علي هو الفيلسوف، ونضع خطأ أمام باقي الوظائف في صف علي، وأخيرا يتبقى نور في وظيفة العالم. المصفوفة امتلأت وبكل تأكيد أصبحت المعلومات المؤكدة بما لا يدع مجال للشك أن نور هو العالم، عمر هو الكاتب، علي هو الفيلسوف، وعائشة هي الفنان. لو المثال ده كان متعب ذهنيا لكنه ممتع، في مجرد بداية لنمط في حل إشكاليات أكثر تعقيدا من هذا النوع. مصفوفة المعلومات فيها قد يكون عشرات بل مئات الأبعاد، وفي تلك الحالة تصبح موتر تنسور أحد وحدات البناء والتمثيل الرياضية التي تستخدم لتمثيل مصفوفات متعددة الأبعاد، وغالبا هتستنتج لوحدك أن التعامل مع مصفوفات ذات مئات الأبعاد تصبح عملية غير بشرية على الإطلاق وتنتقل لنطاق البرمجيات. في الواقع هذا النوع من الإشكاليات أحد مناطق البحث المستمر منذ 60s القرن السابق في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها خارج نطاق بحثنا الحالي. التحليل التراجعي Retrograde Analysis. في الواقع عادة ما نتعامل مع حالات نبحث فيها عن الأسباب التي قادت للوضع القائم. فكر مثلا في علماء الحفريات الجيولوجيين الفلكيين والفيزيائيين، عادة ما يتركز نطاق بحثهم إشكاليات أصلها مجهول ومشكل في الوصول إليه. هذا النوع من التفكير الذي يسعى إلى تفسير كيف نفسر كيف تطورت الأشياء من حالة سابقة مجهولة إلى حالة حالية معلومة معروف بالتحليل التراجعي Retrograde Analysis. في الواقع تنشأ المشاكل المنطقية ضمن إطار نظري يتم توفيره من خلال المعرفة العلمية أو التاريخية، ولكن في الأحاجي أو المشكلات المدروسة أو المصممة يجب توفير الإطار من خلال قواعد الأحجية أو المشكلة نفسها، يجب تحديد بعض القواعد أو القوانين التي يمكن من خلالها متابعة التحليل المنطقي.
رقعة الشطرنج على سبيل المثال هي الأكثر شهرة لشرح مشاكل التحليل التراجعي. قواعد لعبة الشطرنج توفر السياق النظري المطلوب للقيام بالتحليل التراجعي. عارف إن الكلام مجرد ونظري وقد يصعب استيعابه، أحاول التوضيح من خلال استخدام الشطرنج كمثال. عادة التحليل التراجعي في ألعاب الشطرنج يكون على تلك الصورة: عدد من قطع الشطرنج في حالة معينة على رقعة اللعبة. أي تخيل إننا دخلنا على 2 بيلعبوا شطرنج منذ نصف ساعة وبيتبعوا قواعد اللعبة حرفيا دون أي أخطاء، وحنأخذ رقعة الشطرنج على الحالة التي وصلنا عندها. السؤال يصبح: ما هي مجموعة الحركات التي قام بها اللاعبين حتى يصل للوضع الحالي؟ في الواقع بالرغم من بساطة السؤال، إلا إنك لو على دراية بلعبة الشطرنج وقواعدها أكيد هتكون عارف إن الإجابة على هذا السؤال صعبة جدا، خصوصا كل ما كان المطلوب هو التراجع لعدد أكبر من الخطوات أو الحركات المحتملة في الماضي. ده لأن المشكلة مرتبطة بعدد الاحتمالات الممكنة لكل حركة لكل قطعة موجودة على الرقعة وقت التحليل، والتعقيد والصعوبة يتضاعف لأن هناك لاعبين لابد من تحليل الاحتمالات الممكنة لكل منهم. الصعوبة دي بتظهر بالرغم من أن الشطرنج عالم مغلق closed world، أو في عالم البرمجيات والذكاء الصناعي نطلق عليها sandbox، أي أنها عالم محدود مكون من عدد محدد من الكائنات المعروفة، القوانين المحددة للحركة، والأماكن المسموح بها للحركة. وبالرغم من هذا، هذا النوع من التحليل معقد جدا. أحد الخوارزميات الشهيرة في عالم البرمجيات التي تتعامل مع إشكالية الاحتمالات الممكنة في منظومة مغلقة كالشطرنج، لكن بدل من صورة تراجعية بصورة تقدمية، أي تحليل الاحتمالات الحركة الممكنة أو الحالات الممكن الانتقال إليها من الحالة الحالية، معروفة بخوارزمية بحث شجرة مونت كارلو مونت كارلو تريسيرش، واللي عادة ما يتم استخدامها في برمجة الألعاب. وفي الغالب لو لعبت شطرنج مع الكمبيوتر قبل كده، أحد صور الخوارزمية مستخدم في تطوير تلك اللعبة. ولو كنت من الدارسين العاملين أو المهتمين بمجال الذكاء الصناعي والتعلم الآلي، غالبا ما هتكون قرأت عن خبر فوز برنامج ألفا جو اللي طورته شركة ديب مايند البريطانية، واللي استحوذت عليها لاحقا شركة جوجل الأمريكية سنة 2015 على بطل العالم في لعبة جو. الخبر ده كان عظيم الأهمية في عالم البرمجيات والذكاء الصناعي، بل وفي تاريخ البشرية بشكل عام. رقعة الشطرنج 8 في 8، أي 8 أعمدة في 8 صفوف. رقعة لعبة جو 19 في 19. تخيل عدد الاحتمالات الممكنة وشجرة القرارات التي من المفروض أن يقوم جهاز الكمبيوتر ببنائها. في الحقيقة لا يوجد اليوم كمبيوتر قادر على هذا باستخدام خوارزمية البحث في شجرة مونت كارلو، لكن الباحثين في ديب مايند وضعوا ايديهم على فكرة مبتكرة دمجوا فيها خوارزمية البحث في شجرة مونت كارلو مع آليات التعلم المعزز Reinforcement Learning، انتهت بيهم إلى وضع برنامجهم على خارطة البحث في الذكاء الصناعي وفتح الباب أمام أسلوب جديد ومبتكر لتطوير آليات التعلم الآلي، وثروة قدرت ب 500 مليون دولار اللي اشترت به جوجل الشركة. لكن دي قصة أخرى قد نعود إليها مرة أخرى في المستقبل عند مناقشة موضوع فلسفة الذكاء الصناعي. على أي حال، في الواقع العالم غير مغلق وقواعد اللعبة غير معلومة بالكامل، أو الاحتمالات الممكنة غير محددة أو معروفة بالنسبة لنا، لكننا ما زلنا نريد البحث عن الحالات الأولية التي قادت إلى تلك الحالة الراهنة. لك أن تتخيل درجة التعقيد والصعوبة في عملية التفكير المنطقي التي يجب أن يقوم بها الباحث في رحلة بحثه عن الحقيقة داخل الواقع. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن قصة جريمة في قطار الشرق السريع Murder on the Orient Express من تأليف الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أغاثا كريستي، التي نشرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 1934، واللي تم تحويلها إلى عمل سينمائي أكثر من مرة. الحبكة الدرامية للرواية عالية جدا، وتخمينات المحقق إعجازية على غرار روايات شارلوك هولمز ومثيلتها من روايات التحقيق بالجرائم الغامضة. من خلال الرواية
حاولت أضرب لك نموذج للأحاج العقلية داخل نظام مغلق أو بيئة مغلقة. عربة قطار فيها 13 راكب قتل واحد منهم ولم يغادر أحد العربة. بكل تأكيد القاتل ما زال على متن القطار. من خلال الاستجوابات المحقق يضع مصفوفة من الاحتمالات تعمل كخريطة التحليل للغز أو الأحجية، تظهر من خلالها الأكاذيب والحقائق وتقود في النهاية للقاتل. ودلوقتي فكر في الحجج والجدليات التي تتعرض لها يوميا. إيه هي يا ترى أفضل الطرق للتعرف على الحجج الباطلة؟ هل البطلان المنطقي له صور وقوالب متعارف عليها؟ وما هي الطرق والأدوات لتحليل الحجج والجدليات المنطقية؟ وهل تلك الطرق فعلا صالحة لتقييم الحجج في الواقع؟ أم إنها مجرد أدوات نظرية لتقييم الأحاجي داخل المنظومات المغلقة فقط؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية سنعبر الحدود الفاصلة بين المنطق واللا عقلانية بحثاً عن صور من الجدال الباطل متخفية في عباءة المنطق، عن الحجج الباطلة، مغالطات الارتباط، المغالطات غير الرسمية، المغالطات الاستقرائية، المغالطات الكلامية، وتصنيف المغالطات المنطقية. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.